هذا سعيد بتواجدي عفوا بهذه القاعة التي ألفناها في أنشطة ثقافية سابقة، ونحن اليوم في هذا الملتقى العلمي مجددا والذي سبق بتكريم شخصيات معروفة وشخصيات مشهود لها بالكفاءة وبالنزاهة وبالأثر الكبير في المحيط الذي تعمل فيه، ومن بينهم شخص أعتز به كثيرا وهو الأستاذ مولاي محمد الكرما. هذا الرجل الذي نعتبره جميعا في الدائرة القضائية بمكناس بمثابة الأبي الروحي في المادة القضائية والإنسانية، ورجل لا يكفيه حتى التكريم، فله مني تحية خالصة من هذا المنبر. هذا الموضوع قبل أن نبدأ يعني فعالية هذا الحفل العلمي، لابد من الإشارة بأن هذا الموضوع كان مبرمجا منذ ما يقرب من 3 سنوات، وللأسف تم تأجيله بسبب جائحة كورونا، ويعني تمت برمجته عدة مرات، ولكن كانت هناك قرارات تصدر عن السلطة العمومية تقضي بمنع التجمعات التي تخوف عددا معينا من الأشخاص، ولكن الحمد لله حان وقته يعني تفعيل هذه الندوة، هذه الندوة التي تتعلق بموضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع القضاء والاستثمار. لكي لا أطيل، هو موضوع في غاية الأهمية بالنظر إلى أن كما تعرفون بأن الاستثمار أو رأس المال جبل، لا يمكن أن يقوم شخص معين بالاستثمار في دولة معينة إلا إذا أحس بالإطمئنان، وهذا الإطمئنان عفوا يمكن أن يتم توفيره من خلال المقتضيات القانونية، ومن خلال كذلك المؤسسات الإدارية، وكذلك من خلال القضاء. إذا كان هناك قضاء فعال، إذا كان هناك قضاء نزيه، إذا كان هناك قضاء يطبق القانون تطبيقا سليما وفعالا وفي وقت معقول، آنذاك يمكننا أن نقول بأن الاستثمار يمكنه أن يضع رجليه في دولة معينة، والحمد لله أن المغرب ينعم بنعمة الاستقرار، والقضاء فيه يخطو خطوات حديثة نحو التقدم. لذلك فهذا الموضوع هو في غاية الأهمية. يحضر معنا لمناقشة هذا الموضوع ثلة من الأساتذة، ونحن سعداء لأننا حاولنا أن نزوج ما بين متدخلين باحثين أكاديميين اللي هم أساتذة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك ممارسين من طينة رفيعة، وهم ثلة من خيرة القضاء في الدائرة القضائية بمكناس. يحضر معنا لمناقشة هذا الموضوع كل من الأستاذة منيا العمري، وهي بالإضافة إلى أنها أستاذة باحثة في كلية الحقوق، فهي كانت سابقة محامية بهيئة المحامين بمكناس. كذلك الأستاذ زين الدين عصام، اللي هو كان إطارا سابقا بالمحافظة العقارية، والآن هو أستاذ باحث في كلية الحقوق بمكناس. الأستاذ رشيد القراوي كذلك هو أستاذ باحث في كلية الحقوق بمكناس. معنا كذلك كل من الأستاذ عادل بوكبير، اللي هو مستشار بمحكمة الاستئناف التجارية لفاس، وأنتم تعرفون العلاقة ما بين الاستثمار والقضاء التجاري. معنا كذلك الأستاذة سهام بن مسعود، هي قاضية في المحكمة الابتدائية بمكناس وباحثة في سيرة الدكتوراه، وكذلك الأستاذ بوكبير عفوا اللي هو دكتور في الحقوق، ثم كذلك الدكتور إبراهيم البشيري اللي هو في النيابة العامة في المحكمة التجارية بمكناس اللي عندها علاقة بهذا الموضوع. إذا أظن بأن المداخلات ستكون شيقة جدا، لكي لا أطيل عليكم سأعطي الكلمة وسأتصرف عفوا قبل أن أبدأ سأتصرف في البرنامج، سأعطي كلمة لأستاذ باحث في كلية الحقوق، وبالمقابل سأعطي كلمة لأستاذ ممارس في المحكمة، وهكذا سنزوج بين النظري والعملي، وعلى أساس أن تكون المداخلة في حدود 15 دقيقة. أمرر الكلمة مباشرة للأستاذة الكريمة مونيا الغمري، تفضلي. شكرا.